اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد. ولما حملت نرجس بالإمام الحجة فإنها ما كانت تحس بألم ولا وجع، بل كانت تحس بخفة واتساع في بطنها، وكانت ترى من عجائب الله ما يحير العقول، إذ كانت تسمع فيما بطنها يقول: أفلح من يصلي على الرسول وعلى علي والبتول. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد. كانت تسمع وليدها في بطنها يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأن جدي علي بن أبي طالب ورصي رسول الله، وأني حجة الله على الخلق. تقول مولاتنا حكيمة عليها السلام: بعث علي الإمام أبو محمد العسكري في هذه الليلة وقال: يا عمه اجعلي إفطارك عندنا هذه الليلة، فإن الله سبحانه وتعالى سينير الأرض باب نور وصي النبي محمد. تقول مولاتنا حكيمة: تفحصت جوار الإمام فلم ألاحظ واحدة عليها آثار الحمل والولادة، ولما سألت الإمام العسكري عن ذلك قال: يا عمه إن ولدي كمثل موسى بن عمران حينما أخفى الله أمر ولادته فلم يظهر أثر الحمل على أمه. تقول مولاتنا حكيمة: فلما انتصف الليل رأيت أنوارا تشع من جبين نرجس، فلما قرب الفجر أن ينبلج ضرب الله بيني وبينها حجابا من نور فلم أبصرها، فبينما هي كذلك ارتفع الحجاب. يا مستمعين النظام استعدوا للقيام، وإذا بها قد وضعت بالحجة. لمحمد صلوات علي بن أبي طالب، أصلي وسلم عليه. صلوات ربي عليه للعابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي بن موسى الرضا محمد الجواد علي الهادي
الحسن العسكري وصاحب العصر والزمان وصاحب العصر والزمان وصاحب العصر والزمان وكل بياض بيض الله والمستمع واللي يجاوب واللي ما يجاوب والم